يا السلام عليكم. عندي هذا محرك مال جاكور مضروب السلندر ماله، كان هنا خط من الطول للطول فصخ كله قطعة قطعة. طبعا سوينا السلندرات رايمر، السيارة هذيك هي جاكوار، شو تقولون نسويه ولا لا؟ مشكلة السيارة مفتوحة صار هواي، هاي غراضها طبعا كلها دا اشتغلها شغل شركة. شديت لي كرنك بستم واحد، كورات لازم اسويهم كلهن، هاي غراضها هنا، اراويكم بقية الغراض. أغراض لها جارها هذا شوي شوي أراويكم الشغل. طبعا كملت المحرك بساتن الكرنك قسم الجو كله، قعدت هنا على الفروم ممه حتى اكمل الباقي هنا شوي اسهل لي. دا اسوي بس الكورات، كملت واحد وقف ثاني.
هاي هذا السهنة، جمعت المحرك والجير، جاهز للتركيب. طبعا نزلته من جوا، راح اصعده من جوا. شغل شركة يا أبي. هاي سيارة خلصت.